الوحيده اللي بتضايقهم ان هم بيقعدوا البابل شيت بيقعدوا يمضوا كتير، وده فبياخد من وقت ال مش اشتكت بياخد، بس اللي الامضاء كتير ممكن تاخد وقت بس منها، فالمفروض يأجلوا ده اخر اللجنه. طب وانت يعني صحيا تعبانه النهارده؟ الحمد لله الحمد لله. احكي لنا طيب، يعني النهارده تعبانه ازاي وجايه؟ ما فيش، المره اللي فاتت وانا كنت قاعده مستنيه حصل مشكله في ضهري، فالدكتور قال لي ممنوع تنزلي كده، فاخدت ابر مسكنه ونزلت. طب انت يعني 3 ساعات مش قليله، تنزلي النهارده مع لو 10 ساعات هو طويله بنتي هنقعد بنتي ليه بقى؟ هي حاسه براحه وماما تحت. ماما ما تسيبينيش، ماما انا حاسه ان انت معايا. يعني في الايام العاديه ما تروحي مدرسه، انا في ايام الامتحانات دي انا بابي فتح لازم ببقى عيني هتتجنن عليه، ولازم اول حاجه تشوفها وهي خارجه هو انا بصحى قبلها وهي بتطمن. انا بصحى انا والله أنا العظيم احنا بنطبق وحياتنا، بنقول يا رب نجح ولادنا. انا لغايه دلوقتي ما طبقتش، مش هكذب، انا بخلص امتحان وباخد اروح انام من 3 4 ساعات، بقوم اعمل لها غدا هيقلا البيت، كوبايه عصير، تقعد تذاكر. احنا عاملين سيستم معين في البيت لغايه ما ان شاء الله الامتحانات تخلص، وربنا المستعان. يا رب يا رب يا رب. يعني طب احكي لنا عن جو التوتر والقلق اللي حكيت والله حكيت هناك. انا تمام ما حكيتيش في الشارع والشمس، والله حكيت اللي هو توتر توتر.